بتاع المجلس العسكري ومجلس الوزراء مش متوافق مع إيقاع الثورة. الثورة معناها كبير جدا، معناها تغيير، ومعناها انك انت بتدخل من الماضي للمستقبل. الاختلاف في الايقاع واختلاف في الزمن ده مخلي اللغه مش مشتركه. ولكن اول حاجه، اللي الطلبات اللي بتطلبها الثوره هي طلبات لازمه مش طلبات رفاهيه. في ناس اتقتلت بفعل فاعل، وهذا الفاعل مش ممكن ابدا ان هو يبقى موجود ينعم بالحياه والناس ماتت. طبعا انا اتمنى ان الميدان يعود الى طبيعته، واتمنى ان القاهره تعود فيها الحياه بسلاسه، ولكن انا بقول وللمره العاشره، الشعب المصري خلاص اصبح يعني يمتلك زمام نفسه، ومش ممكن هناخد منه الميزه والقيمه ديت، ومش ممكن هيتقبل تاني ان حد يشاور له بصباعه او يهدده. انا قلق من الوضع في ميدان التحرير، ليس هناك توحد على شيء واحد. هناك من ينادي بإسقاط المشير، وهناك من ينادي الجيش والشعب بيد واحدة. اللي أنا أخشاه يعني أن هناك حالة من التشرذم، أنا أعتقد أنها كثيرا ستعطل توقيت الوصول لأهداف الثورة. حالة التشرذم دي، حالة الانقسام اللي موجودة في الشارع السياسي، حالة الاستقطاب دي سوف تؤدي إلى تيارين في الشارع. أنا مش ضد إن هم يبقوا تيارين في الشارع، لكن أرجو أن لا يتطور الأمر إلى أن يكون تياران مسلحان. أنا أعتقد أن التيار الليبرالي والتيار العلماني سوف يشكلان تيارا، حتى وإن كان قليلا. ستقترب الحركات الإسلامية من الحركات القومية زي التيار الناصري وزي التيار القومي العربي. هذان التيران الإسلامي والقومي سوف يشكلان هما المجرى الواسع لمستقبل العمل السياسي في مصر. مش راضين بنسبة 100% عن التعديلات الوزارية الجديدة. التعديلات دي هتحدث أزمات في المستقبل، ولن تحل الأزمة بشكل جذري، لأنها عادة لإنتاج النظام السابق. ولكن أنا تيقني أنه مش الاعتصام في التحرير بالشكل ده هو اللي هيغير النظام الاجتماعي بالكامل. مش تغيير قوي هو اللي بيهمني دلوقتي، أكتر ما بيهمني أنه رسالة تصل للجميع أن الشعب المصري الشارع المصري متيقظ، وانه لن يضحك عليه احد، وانه تسويف المحاكمات هيلاقوا ناس يقفوا قصادهم، وانه اهالي الشهداء مش هيستنوا لغايه اما يلاقوا قاتليهم براءه، وانه دي مكاسب لازم نحصل عليها الان في التو واللحظه، وانه التطهير لازم يبقى مستمر وموجود، وانه محاوله استنساخ النظام السابق لن تنجح بسهوله. الثوار تقريبا ما ركزوش خالص اصلا على طلب تعديلات وزاريه. اللي حاصل دلوقتي مرتبط بعوده قمع الداخليه، مرتبط باحساس بان في تسويف في العداله بالذات فيما يخص قتله الشهداء. فاحنا يعني طلبنا تغيير وزير الداخليه، واتقال لنا مش عاوزين وزير داخليه مدني، واتقال لنا ده مش هيحصل. طلبنا فعلا تطهير الوزاره من الوزراء المكروهين ورموز الحزب الوطني، بس المطلب كان كمان انه يبقى في صلاحيات كامله للوزاره، وتنتزع بعض الصلاحيات اللي هي موجوده دلوقتي عند المجلس العسكري، زي صلاحيه اصدار قوانين. في مكتسبات حصلت زي علنيه المحاكمات وتفريغ دواير، لكن ما هياش المطالب، لكن اغلب المطالب اللي احنا طالبينها لم يتحقق. لكن يعني لو قلت ايه النواه بتاعه الاعتصام، هي بدات 28 يونيو مع انه الداخليه رجعت تضرب فينا وانتصرنا عليهم طبعا، لكن وكان يسبقها عوده التعذيب في الاقسام واكثر من حد اتقتل، ده حاجه، والافراجات واخلاء السبيل. مفيش مشكله ومفيش ازمه من ناحيه العدد ومن ناحيه الصلابه والاستعداد على الاستمرار. مشكله الميدان الحقيقيه داخليه. الميدان حصل فيه حاجات سلبيه جدا تضره وتخلي الواحد يبتدي يشك في مدى قدرته على الاستمرار، ان كان الانتهاكات اللي تمت في مواجهه البلطجيه اللي هم فعلا بلطجيه وهجمونا، لكن مش مفروض ان نتصرف معاهم بالشكل ده، لكن اللي مهيمن على الميدان المنصات اللي هي زعيقه جدا. قاعدين بنتكلم على القضاء مستقل، بس في الاخر القضاء قرر عليه المحاكمات انصياعا لضغط، فالقضاء
بيتعرض لضغوط هو كمان، وبيميل للناحية دي أحيانا وبيميل للناحية دي أحيانا، ده واقع ولازم نعترف بيه. وإحنا عشان كده في الشارع بنضغط على الجميع، جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية. حالة الغضب مش من قبل الدكتور حازم البلاوي، هو شخص جيد اقتصاديا، ولكن من بقية اختيار أعضاء الحكومة. زالت فايزة بن نجا اللي هي متهمة بالتحريض على الناشطين في أمريكا موجودة، والسبب إن هو يقول لك إن هي عملت موقف شجاع ضد التمويل، إن هي أخذت موقف شجاع ضد التمويل من قبل البنك، تمويل الموازنة العامة من قبل البنك الدولي. احنا نتحدث عن حكومة ثورة وليس عن حكومة حزب وطني مرة أخرى، ولا حكومة تكنوقراط. حتى الآن الرؤية غير واضحة، ولكن عندنا شباب استقبال، عندنا لجان المتابعة الوزارية، أعتقد أنها ممكن يتم تكليفها بهذه النقط. ممكن يجيبوا لنا لجان المبارك الموجودين في كل وزارة أو الفاسدون زي المستمرين في مناصبهم في كل وزارة، ونطلب من المواطنين إن هم يساعدونا عن طريق موقعنا الإلكتروني إن هم يبعتوا لنا الأسماء ديت، وإحنا نتحرى عنهم. لم تحدث مفاوضات بيننا وبين المجلس العسكري، ولكن أعتقد إن هو الحديث حوالين ثلاث نقط: استقلال القضاء وإطاحة النائب العام وإيقاف المحاكم العسكرية والإطاحة بجودة الملطقة. المصريين بدأوا يشعروا بأن الثورة المضادة في مصر بدأت تقترب، وأن وزارة عصام شرف كانت هي حصان طروادة أو هي الهيكل اللي تحته شغال الثورة المضادة. الله أعلم عصام شرف واعب ده ولا لأ، فعشان كده الناس بدأت تطلع تعمل الإنذار. كان في ثقة في المجلس العسكري، مش لأنه حمى الثورة، لأنه لم يستخدم السلاح ضد المصريين، ولو كان يستخدم السلاح ما كانش هينجح، لان مين هيقتل دول ومين في العالم هيسيبه. وبعدين اكتشفوا انه لا، ده في تحالف ما بين فلول الوطني وبين المجلس العسكري وبين القوى الدينيه. الجمعه الماضيه الاخوان لقوا نفسهم هيخسروا لو ما نزلوش، فنزلوا. من يوم الجمعه لغايه الجمعه النهارده المطالب بدات، الرساله وصلت وبدات المطالب تتحقق: تغيير حكومه، تغيير في وزارة الداخلية، صندوق الشهداء، ووعد بتطهير المؤسسات. لكن الإخوان النهاردة ما نزلوش لأنه المجلس العسكري يبدو بعد البيان العسكري وردود القوى المدنية عليه هم تضمنوا. عشان كده النهاردة هتلاقي الميدان لا فيه إخوان ولا سلفيين ولا جهاد ولا جماعة إسلامية، كل ألوان الطيف الإسلام السياسي وغير السياسي مش موجودة في الميدان. فدي القوى المدنية، طبيعي ان تبقى المطالب متنوعه، لكن هناك اتفاق على المطالب الرئيسيه. ما نحتاجه هو تغيير جذري في بعض المسائل زي السياسات الحقوقيه المتعلقه بحقوق المواطنين في الراي وفي التعبير، سياسات اعلاميه بنتكلم في سياسات خارجيه مختلفه، سياسات اقتصاديه مختلفه. الوضع في الميدان مرشح للاستمرار على ما هو عليه، ومرشح كمان للزياده طول ما الناس، واحنا جربنا ده قبل كده، لما الناس بتحس ان السلطة بتعند معاها في مطالب يرونها عادلة، بيحصل نوع من الغضب من يعني على الثوار من خارجهم بسبب الاستدراء، بسبب الخطاب الاعلامي المعادي ليهم، بس في نفس الوقت الثوار نفسهم بيحصل منهم مواقف اكثر تشددا دفاعا عن القضايا العادلة، خصوصا انه ما فيش رد مقنع بالرفض. التمثيل الموجود في الميدان ما فيهوش القوى الرئيسية في التيار الاسلامي قطعا، بس هل في قوى إسلامية موجودة في الميدان؟ طبعا فيه.